السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة. طبعا بنتي النهاردة فاجئتني بان هي عملت فانوس من الاطباق بتاعت البيض، شكلها حلو جدا جدا، وانا بصراحة عجبتني. فانتم ممكن بقى تعملوها بالطريقة دي، شكلها يبقى حلو قوي، وممكن تحطيها في البلكونة وممكن تحطيها في المطبخ زي ما انت حابة. قصيها بقى بالمقص يا رودينا. انت بصي، حددي بالسكينه، قصيها بقى بالمقص. بصوا عملت ايه، حاجه حلوه قوي. بصوا فانوس والله شكله حلو، شكله حلو قوي. وهي اللي عملت ديت، يعني هي عملته ما شاء الله. فانا لقيتها، لما لقيتها بتعمله فقلت هصوره. انت ممكن بقى ايه تعملوا له زي، لو عندك الخيط المكرمية او اي خيط ممكن تعلقيه من كده، وتروحي ايه مركباه جنب اللونت بتاعت زينة رمضان. بصوا بس، هي انا بوريكم الفكرة اللي هي عملت بيها، حلوة قوي قوي قوي. يلا يا رودينا بقى قولي لنا عملتي ايه. هي مش عايزة تظهر، مش عارفة ليه. دودو عملتي ايه؟ طب اشرحي عملت ايه. هنجيب 3 من ده. ايه؟ هنجيب 3. هنجيب 3 من بتاع الورق البيض، اطباق البيض كده اهي. هتجيب 3. ده انت مش قادره تقصي بصي مش قادره تقصي يا عيني، بالراحه. اوعي بس ايديكي. اوصلك؟ لا. طب اوصلك. بصوا بقى عملت ايه. بقى هي هتسويها، هتسوي الاطراف. بصوا شطوره يا رودينا والله، برافو عليكي، بحب الدماغ الشغاله. بصوا اهي هي سويتها، هتسوي التانيه كمان. دي دماغ شغاله ما شاء الله، مش بتنام صح؟ برافو عليكي، بس خلي بالك اوعي تقصي صوابعك الصغنططه دي رودينا يلا يا دودو. طب ايه الحاجات اللي انت بتستعمليها؟ خدت السكينه. بصوا عشان مش عندي الكتر بتاعي بايظ، فهي خدت السكينه. انا فوجئت لقيتها بتعمل الحاجات ديت صراحه. وخدت كمان المسدس الشمع والالوان، الالوان دي بتاعتها اهي. بصوا لازم ايه تسويها يبقى قد بعض. وبعدين دي اعمال فنيه بتاعت رودين. بصوا عملت ايه، هتلزقهم فوق بعض اهي. بصوا بتركب الفانوس كده ما شاء الله، شاطره يا ردودو، برافو عليكي. الاول لازم اصلا نعملها قبل ما نبدا نلزق. ايوه يعني انتي بتظبطيها قبل ما تلزقي. تمام، هي لازم تظبطها الاول عشان يبقوا قد بعض، سوا بعض. ولو لقيت حاجه كبيره ولا حاجه زياده هي بتقصها. وانا هعمل ان شاء الله فكره حلوه برضك كمان، مش انت بس اللي الدماغ بتاعتك شغاله. ان شاء الله باذن الله هننزل افكار حلوه. بصوا عملت الفانوس ازاي، برافو عليك يا دودو. بصوا هي بقى هتبتدي تلزقه. بالمسدس الشمع، خلي بالك عشان بيبقى سخن. بصوا برافو عليك. يلا بقى نقعد
عملتي يلا ايه؟ وريني الملونة الجميلة دي. الله، هتعملي لها بقى الايد بتاعتها؟ والله حلوة، والله جميلة، لونتها. بص عملت الفانوس اهو، ما شاء الله، جميل والله حلو. هي بقى هتعملوا بقى، تلونوا بقى الالوان ديت، الوان جميله جدا. وزي ما انا قلت لكم هتركب العليقه اللي زي ديت، عملتها بتاع الفل ده، اسمه ايه، الورق الفويل. بص عملتها بالورق الفويل اهو، قصتها وعملتها، كورتها كده. بصوا والله حلوه جدا، ما شاء الله عليكي. بصوا دي فكرتها حلوه قوي قوي قوي. نقول ايه بقى للناس؟ يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، والفكره بتاعت رودينا حلوه جدا بجد، يا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك كتير لرودينا وسبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.